على مسرح نادي شباب العروبة للآداب والفنون الذي تأسس عام 1957 ليكون بوابة أطل منها كبار فناني حلب بإبداعهم وعطائهم الفني. أقيم حفل تراثي ضم الموشحات الحلبية والأغاني الوطنية بقيادة الفنان صفوان العابد. برنامج اليوم وصلي من مقام الكرد، الموشح الأول من كلمات الشاعر المرحوم وليد زغنون، ألحان صفوان عابد. الموشح الثاني ألحان الأستاذ عبد القادر الحجار. ومن ثم يعني في الروضة شفت الجميل، ألحان الشيخ عمر البطش. وبعدها بدنا نختم بشغلة صغيرة للسيد درويش. أكيد حلب بحاجة، لأن هي حلب. نحن من الجيل المحظوظ اللي تربينا بنادي شباب العروبة، تربينا على التراث، تربينا على الفن الأدب، تربينا على الغناء الصح. فنادي شباب العروبة أكيد اليوم بهي الحلة الحلوة، بهي الحلة الجميلة، هو فخر لحلب، فخر لكل سوريا. هذا تراثنا، وهل هدول الجيل الصاعد وطول ما موجودين إن شاء الله، ونادي شباب العروبة موجود إن شاء الله ما بيموت فن عنا بحلب طابق أبدا. الثقافة حاجة أساسية للإنسان ومنطلق لإبداعه وتطوره، وهي العماد الذي تبنى على أساسه الحضارات. فقد أولى النادي منذ تأسيسه الجانب الثقافي أهمية كبرى، إضافة إلى اهتمامه بالموسيقى والإبداعات الفنية الشابة بهدف إنعاش روح التفاؤل وتوسيع آفاقهم الثقافية العامة.